ونوصل لحتى نختم عالم الصباح لليوم مع ورشة ملح اكيد وهانيا على صحتك حتختموا العالم الصباح اليوم. عزم شو هي اخر بارتي رح نحكي فيها اليوم؟ الكريم انجليز كيف حتنختم؟ البان بيردو حنحطها على الغاز هلا بهاللحظة. لا خليني ولع الثاني عين. سوري شي كثير كثير ايه؟ قوي بدنا نخففه. المورينج بدي احطها خلصت؟ نعم بليز. مثل ما شفنا انا بلشت وقتها خلطت الكريم تبع البان بيردو غطست فيه ترانش البريوش مثل ما قلنا فيها تكون ترانش خبز او بان دولي بان اولي او حتى خبز فرنجي عادي حطيتهم فيها وتركتهم يرتاحوا وهلا بدي احطهم شوي على النار مع زبده لحتى يتلونوا قبل ما احطهم بالفرن. بالفرن بياخذوا ماكسيموم دقيقتين. لو سمحتي غدا فينا نحطهم على الغاز؟ فينا بهي؟ نعم بقلب ال بلشت الكريم انجليز تبعولي تصير جاهزة. كيف منعرف انه كريمتنا جاهزة؟ ما لازم ابدا نوصلها للغليان. في تيست صغير بينعمل على الملعقة بس لتحس ست البيت اللي عم تجربها انه عم تستوي او بلشت تسمك. نعمل على الملعقة هيك ومنمرق اصبعنا. اذا ضلت السماكه موجوده يعني نحن كريمتنا صارت جاهزه. انا حسيت انه بعد بدها شوي صغيره لحتى اكون انا راضي عليها. نتركها ترتاح نرجع منصبها بالكاسات ومنحطها ساعتين بالبراد وفينا اكيد ليله. اهم شيء انه بس 48 ساعه يعني حتى اذا حسينا انها منيحه ما ناكلها بعد 48 ساعه. غادة انت شو الديسير يلي بتاخديه تاكليه بتحبي معه كريم انجليز؟ كل شيء ضايقه شي مره؟ كل شيء ضايقه شي مره بس انا خايفه مع كريم انجليز لازم نخففها يمكن شوي. مزبوط لانه عم بيطلع الزبده. هيدا اخف شيء. اخف شيء فينا نقلبها. اهم شيء الكريم انجليز اذا كانت غليت او حسينا انه بلشت تجمد يعني تكبتل دغري نكبها يعني هي منتزعت بالضبط يعني البيت تبعولها احترق. غادة نقلي البان بيردو تبعنا الخبزة تبعيتنا بس لحتى تتلون. خليها ما تعطلي همي. تعودت زبدة وما زبدة هيك عم بتصير شمال يمين. ايه اوكي وصفتي صارت جاهزة. هلا في اشياء بالفرن مزبوط. انا اوريدي حضرت اكيد انا اوريدي حضرت بان بيردو قليتهم قبل ما اطلع على الهواء. هي وصفتي جهزت على الاخر مثل ما انا شايفين. انت شو افضل شيء لكان قلنا كريم انجليز مع شو؟ مع التارت. تارت دوقي تارت اوبام مع كريم انجليز شو طيبه. دوقي البان يلي محشي مربى مع تارت مع كريم انجليز. هيدا التست تبعولي نجاح. انا ححطها على جنب. اعمل اسيرانس لوجهي اكيد لانه رح يوصل بهالوقت. خلينا نطفيها خلص بفتكي. بلشت ميتي تغلي هونيك وهدول بلشوا ياخذوا لون. اكزاكتلي اوكي حنحطهم. بنحطهم دائما بشي فينا نستعمل بورسلان يلي بفوت على الفرن. بنحطهم وبنرجع بنحط عليهم الخلطه الكريم يلي نحن غطسناها فيها اوريدي. صاروا جاهزين غادة. صار فينا نشيلهم بالضبط. صار فينا نشيلهم. هيدي لشيلهم عنك. هيدي اكيد صارت جاهزه لانه هلا الوجه الثاني بده يتحمر بالفرن. اوكي حاطفي الغاز. لكن غادة انت حتصبي الكريم انجليز. اوكي لانه انت رايحه احط مي وتليش على راسي. اوكي ما بين يمكن لونها كيف بدي اياه. صارت احمر بالضبط. انا بهالوقت بحط عليها الكريم يلي اوريدي غطستها فيها وبحطها دقيقتين بالفرن. بهالوقت غادة صارت جاهزة اللي أنا عملتها أوريدي. هدول المانيك إيه هيك لجبت لك إياهم.
قبل ما بلش حضر لك اللي انا بدي خليهم يكونوا فلوتان على وجه الايل فلوتان تبعي. غليت ميتي والمورينج صار جاهز. لو سمحتي غدا فينا نحط الثاني؟ ايه حاضر. حاعمل بالملعقه لانه لالي هو السبيشال. هيك حاخذ كميات قليله من المورينج حطهم بقلب المي دقيقتين ما بدها كثير. هيك؟ وي لا بلا. هلا بتشوفي منظرها شو بده يكون حلو. ثلاث دقائق ما بدها شيء. ححضر صحن. ذكرتيني بالاوف بوشيه. بالضبط. كيف هيك بقلب المي؟ بالضبط. اوكي. بالضبط. ما ححطه هون. اهم شيء انه نبرمها لتاخذ الميلتين. لتاخذ الميلتين. هي بس منظر على وجه الفيغين تبعولنا. اوكي. فكرة انه هيدا عم يغلي الصحن. حضرتهم. ما بدها كثير. اوكي. وانا هلا حبلش خلص وصفاتي لليوم. غادة. نعم. لو سمحت. نعم. بقلب البراد انا اوريدي محضرة وحدة كريم انجليز. شفتي لها الكاسة؟ هي. نعم. هي ذاتس ات. البان بيردو يلي هي طيبه مع كراميل وطيبه كثير اذا في عنا بوزه فاني. وصفه بتتقدم سخنه. هي الكريم انجليز مع ايل فلوتانت عليها مع لوز محمص وكراميل. هيك انت حتعملي. شو رح اعمل هلا؟ بليز تعطيني كل بلان بلان على الورقه والقلم. اول شيء تدعي لي. ايه اكيد. وهيدولي هلا دعواتك مش من عندي، دعواتك من الاشخاص يلي عم يستفيدوا من هالتوعيه يلي عم نعملها. هيدي اول شغله. البريوش عملت شيء بزبيب، شيء بسمسوم، شيء ب ما بهم، انت اتكلي علي ما بترجعي ما بتلاقي ولا وحده. غادة انت شو عندك تعملي؟ هدية الكريم انجليز تبعولي. اوكي اوكي. انت هلا بدك تسكبيها لحتى نفرجي المشاهدين بقلب هيدي الكاسه. نعم. وحده مورينغ على وجهها ومتزينيها بالضبط، والباقي لازم نسكبه بشي لحتى يقدروا الصبايا بكره ياكلوها. هي طيبه كثير اذا بقيت بالفرن بالفريزر بالبراد لانه بياكلوها كانه كريم بريلي. خلص انا بسكبها بسكبها بنطيرها حتى تبرد وبحطها بالبراد. بالبراد بليز. وهيدي حتزينيها. وهيدي رح نزينها. واللي بالفرن بدنا نرجع نحط عليها كراميل. كراميل. وهي خلصت اصلا اوريدي. طفي لي بس الفرن. ايه؟ اعطيني كل وسائل الامان قبل ما تفلي. طفيته؟ يعطيك العافيه. مع بدكم اياها مع او بدون؟ بدي اخذ شيء معي. خلص هونيك. طيب. بهالوقت هانيا رايحة لبرا، اليوم أنا استلم. أخذت تلجاتك، برافو يا شاطرة. لكن عنا رح نسكب اليوم إن شاء الله. هانيا ما تجرصني، إن شاء الله ما تكون عم بتشوف، بس بعتقد إنه التحدي يلي كلهم قبلوه إن شاء الله يقدر يعطي التوعية اللي هي مفروض إنه توصل لكل المرضى، مرضى الاي ال اس مثل ما ذكرنا. اوكي. هيدي وحده هون. مع الايل فلوتانت على ما اعتقد هيك. اذا نسيت شيء بتذكروني. ايه بدون ما هانيا تكون تشوفني. واذا زبط الوضع بصير انا بنقل بين هون وهونيك. بدي اذكر المشاهدين كمان يلي مهتمين بانهم ياخذوا دوره تدريبيه،
هالدورة يلي عم نحكي عنها لكل يلي مهتمين يكونوا بمجال الإعلام، الدورة التدريبية المطلوب رح بتكون على الإلقاء، على الصوت إلى آخره، على الحضور المطلوب أنه تبعته على رقم رح نشوفه بعد شوي قدامنا على الشاشة، تبعته 15 أو 20 ثانية فيديو عبر الواتساب. خلينا نشوفكم فيه لهالفيديو، نشوف انتم كيف الطريقه يلي بتحكوا فيها وبتتعاملوا فيها مع الكاميرا، نسمع صوتكم ونشوف اكيد شكلكم والاداء كيف ممكن يكون. اي شيء بتقروا خبر، بتقروا جريده، بتعملوا مقدمه لبرنامج معين، اي شيء ممكن تحطوا شخص ثاني مقابلكم، تعملوا كمان معه يمكن لقاء صغير، ممكن اي شيء مثل ما قلت، وتبعتوا لنا اياه، واكيد رح بيكون في لجنه حكم، ومن بعد هاللجنه رح منختار شخصين يخضعوا لهالدوره التدريبيه. قيمتها هي بالقيمات العاديه 2000 دولار، رح تتقدم بشكل مجاني. هانيا بعد قبل ما اروح لعندها كانت وكلتني بشيء موجود بالفرن، بفتكر انه ضروري نشيله احسن ما نحرق الدنيا كلها. اوكي هيدا هاني عم تتحضر برا وعم بيحضروها لحتى تفوت بهالتحدي للايس باكيت. كمان وكلتني هون حط، اوكي خلوني حط هاي لتحضر حالها نفسيا. مزبوط هانيا، ما بفتكر انه هي عم تسمعني برا، بس رح ننتقل لعندها. ومع التحدي يلي عم تقبله هانيا، انا كمان بدي ودعكم، اتمنى لكم بقيه نهار حلو، بقيه ويك اند كثير حلو، وما تنسوا عالم صباح جديد كل يوم الساعه 10. غاده انا جاهزه بس كثير خايفه، كثير عطلاني هام. مش مشكله، لكل مرضى الاي ال اس ان شاء الله يا رب يكون حملتنا توعيه للكل. نديم زهار نحن معك، نحن ان شاء الله الله يقدرنا ونكون معكم اكثر من هيك. يتحدى مين بده يتحدى؟ غادة. كارلا. وكارلا. كارلا. الله سلام. This movie that I think you like, this guy's sad.